بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، أحببت أن أتحدث معكم حول موضوع يهم كل واحد منا، أنا أردده كثيرا، ألا وهو الموت. حقيقة التفكير بالموت هو علاج أخي الحبيب، التفكير بالموت هو علاج من أمراض العصر. أنا صادق معك في هذا الكلام، وهذا الكلام عن تجربة، وهناك تجربة علمية أجريت تحدثنا عنها مؤخرا وسأعطيكم نبذة عنها لتدركوا أن التفكير بالموت شيء جيد، ليس شيئا جيدا. الذين يخافون من الموت أيها الأحبة هو شخص غافل. مواصفات من يخاف الموت من هو؟ أولا هو غافل عن الله، ثانيا هو لا يعلم ماذا ينتظره بعد الموت، مجهول بالنسبة له. لذلك القرآن العظيم يعني أكثر من 100 آية تتحدث عن الموت في القرآن العظيم، 115 آية عن الآخرة، القيامة 70 مرة، الساعة أيضا أتذكر يعني أكثر من 40 مرة. كل هذا ليقول لك أيها الإنسان مصيرك هناك، ليس هنا في الدنيا. نظرك يجب أن يكون هناك، يجب أن تبني هناك وليس هنا. الغبي من يبني في الدنيا، لأن الدنيا هي متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لذلك أخي الحبيب التجربة العلمية التي قاموا بها ماذا تقول؟ جعلوا أناسا يفكرون بالموت، يعني وضعوا عدد من الناس قبل، طبعا هم كان هناك مباراة رياضية، إحدى الألعاب الرياضية، وأرادوا أن يختبروا أسلوبا جديدا هو التفكير بالموت، كيف ينعكس على أداء هؤلاء الرياضيين، كيف ينعكس التفكير بالموت على أداء الرياضي الذي يستعد للفوز في هذه الجولة أو هذه سميها معركة، يعني لأن الحياة كلها معركة حقيقة. فطلبوا من المشاركين أن يجلسوا ويتخيل كل واحد منهم أن آخر عمل سيقوم به هو هذه المباراة، وبعد ذلك سيموت. فبدأ كل واحد يفكر أنا ماذا سأفعل، كيف سيكون أدائي، ما هي مشاكلي، ما هي مواعيدي، ارتباطاتي. بدأ يلغي 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 هذه الأمور، لأنها كلها ستدمر بعد الموت. يعني الإنسان الذي لديه 1000 موعد هل ينتظره الموت؟ لا. الإنسان الذي لديه مشاغل كثيرة وجدول مواعيد ومهام سيقوم بها غدا، سيرى فلان، سيتابع تجارته، سيشتري صفقة، سينجز امتحان دراسي، سيفعل. الموت لا ينتظر أخي الحبيب، الموت يأتي بغتة، والعذاب يأتي بغتة، والساعة تأتي بغتة، أي فجأة. لذلك عندما بدأ هؤلاء الأشخاص الرياضيين يفكرون بأن هذه ستكون آخر مباراة لهم وآخر عمل من هذه الدنيا، وبعدها دخلوا، فكان مستوى الأداء عالي جدا جدا وغير مسبوق. يعني مستوى أداء هؤلاء الرياضيين كان مرتفعا جدا وغير مسبوق على الإطلاق. لماذا؟ لأن التفكير بالموت يلغي التفكير بالهموم والمشاكل والمواعيد والاحتياجات والمخاوف والقلق، لأنك ستموت. يعني أنا غدا عندي مقابلة مثلا مع من أجل عمل معين، أنا عندما أعلم أنني سأموت قبل هذه المقابلة لن أفكر فيها أصلا، لن أفكر، لأنني لن أقف ولن
استفيد شيئا ساموت. لذلك الدماغ يلغي التفكير بهذا الامر. لدي مشكلة أخرى، لدي مشكلة في السيارة أريد أن أصلحها، التغى هذا الأمر. يبدأ الدماغ يلغي 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 حتى يبقى عمل واحد، فيتفرغ الدماغ كاملا وخلايا الدماغ كاملة تتفرغ لهذا العمل، فتنجز هذا العمل بشكل رائع جدا وعالي جدا. لذلك القاعدة العلمية تقول، وهذه التجربة لم يجرها مسلمون، الذي أجراها هم أناس غير مسلمين على فكرة. القاعدة العلمية تقول أنك إذا أردت أن تبدع في عمل ما وتكون سعيدا فكر بالموت واعتبر أن هذا آخر عمل لك. النبي عليه الصلاة والسلام، هنا ندرك، هنا أخي الحبيب انتبه معي، ندرك لماذا حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان إذا وقف للصلاة يفعل نفس الشيء، يفكر أن هذه الصلاة هي آخر صلاة سيصليها من هذه الدنيا، فتجد قمة الخشوع، قمة التدبر، وقمة الاستفادة أيضا. لذلك النبي أمرنا، قال صلي صلاة مودع. مودع لماذا؟ مودع للدنيا. صلي صلاة مودع. لذلك جرب أخي الحبيب أنك عندما تريد أن تصلي صلاة مودع، أن تصلي صلاة إنسان يودع الدنيا، آخر عمل من حياته هو هذه الصلاة، فستجد قلبك متفرغا للصلاة، ستجد لذة عظيمة. ولكن نحن نتميز بفضل الله، نحن المسلمين نتميز عن الملحدين والعلمانيين وغير المسلمين من الديانات الأخرى، أن الرؤية واضحة لدينا بعد الموت، الرؤية لديهم غير واضحة. الملحد ليس لديه رؤية لما بعد الموت، يعني الملحد يعتبر أن الإنسان سيتحول إلى تراب، وبالتالي هو لن يعني سيخاف مما بعد الموت، لأن الموت مجهول. بقية الديانات أيضا مجهول الموت، يعني مثلا أنا اطلعت على ما يسمى بالكتاب المقدس، فوجدت أنه لا توجد أي إشارات لأوصاف ما بعد الموت إلا قليلا جدا وغير واضحة، بينما القرآن مليء مليء، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. آية شديدة الوضوح تصور لنا ما يجري لحظة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. آيات كثيرة أحبتي في الله تتحدث عن الموت ولحظة الموت وعالم البرزخ، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، يأتيه هو يقول يا رب ارجعوني، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن أخي الحبيب، المواصفات القرآنية للموت مواصفات واضحة جدا وتبشر المؤمن. يعني أنا كمؤمن مثلا لم يتركني القرآن محتار، لم يتركني أخاف من لا بالعكس، القرآن يقول لي لحظة الموت هي أجمل لحظة يمكن أن تعيشها أيها المؤمن إذا كنت مؤمنا بالله. لحظة الموت ستأتي الملائكة بأجمل صورة، ستأتي الملائكة لتبشرك بالجنة وتزيل عنك الخوف وتزيل عنك الرعب وتزيل عنك الحزن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شرطين، إن الذين قالوا ربنا الله آمنا بالله ثم استقاموا، الاستقامة معروفة، لا تكذب، لا تزني، لا تفعل الشر، الصلوات، التزام بأوامر الله والانتهاء عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى،
هذه هي الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. طيب أنا يعني أشعر حسب ما أعتقد أنني أنا إن شاء الله من هؤلاء، أو أحلم أو أطمح أن أكون من هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أبذل أقصى جهد أن أكون مستقيما. طبعا كل ابن آدم خطأ. طيب كيف أتخيل مصيري؟ أتخيل أنني سأكون من هؤلاء الذين قال الله فيهم إن شاء الله طبعا، وأنا لا يعني أعلم الغيب، ولكن كل إنسان يجب أن يرجو لقاء ربه، يرجو الجنة، يرجو أن يرى الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. طيب هذه منزلة عالية جدا. أنا في الدنيا الآن لدي هموم ومشاكل وأمراض ومخاوف وقلق من المستقبل واحتياج للآخرين، أنت مضطر تحتاج للآخرين أحيانا. طيب كل هذه المشاكل ستتوقف، كل الهموم ستتوقف، الأمراض ستتوقف، فيروس كورونا غير موجود بعد الموت الوباء غير موجود، لن يتحكم بك أحد، لا يوجد إعلام يصدع رؤوسنا بعد الموت، لا يوجد من تحتاج إليه إلا واحد فقط هو الله سبحانه وتعالى. بعد الموت ستتغير الأمور بشكل كبير جدا أخي الحبيب، الأمور ستتغير بشكل هائل، ستجد راحة نفسية رائعة جدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل من كان يتصور مصيره بعد الموت عندما حضره الموت، وكانت ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها تقول وكرباه قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. هذه العبارة قالها نتيجة هذه الثقافة التي كانت لدى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعلومات وهذه العقيدة أنه سيرتاح بعد الموت، لذلك قال لا كرب على أبيك بعد الموت. وعندما حضره الموت كان يقول، طبعا النبي يخير، وهذه عقيدة عندي أن النبي أجله محدد ولكن إكراما له كان يخير أن يموت أو يعيش ما شاء، فكان يقول بل الرفيق الأعلى. لماذا؟ لأنه يعلم ما ينتظره. يعني أنا الآن أعيش في مثلا مستنقع، وستخرجني تضعني في فيلا فيها كل وسائل الرفاهية، أرفض؟ يعني إنسان يعيش في مستنقع مليء بالأمراض، مليء بالأوساخ، بالقذارات، مليء بالمشاكل كثيرة، بالجوع والعطش، ستقول له سأخرجك وأضعك في مزرعة فيها فيلا وفيها كل وسائل الرفاهية، سيقول لك أنا أتمسك بهذا المستنقع؟ لا، هكذا الدنيا أخي الحبيب. والتشبيه غير دقيق، لأن ما بعد الموت سترى أشياء عظيمة جدا، ترى النور، ترى الطمأنينة، تعيش في حياة البرزخ وأنت مطمئن، تأنس بالقرآن الذي كنت تقرأه. لذلك أنا أحرص على الاستماع للقرآن لأطول مدة ممكنة، حتى في الليل وأنا نائم أحرص على الاستماع للقرآن، لأن هذا القرآن أولا يأتي شفيعا لأصحابه، ثانيا يأتي يحاجج عن صاحبه يوم القيامة، ويأتي مؤنسا لصاحبه في القبر. تخيل أنك الآن تغسل وسوف ترمى في التراب، سوف توضع في قبرك، تخيلوا. طبعا هذه حقيقة أخي الحبيب، لن تهرب منها، لا أنا ولا أنت ولا أحد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى ودفن صلى الله عليه وسلم، وكل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. تخيل أنك الآن تغسل وستوضع عاريا فقط، عبارة عن قطعة قماش هي الكفن، ستلف بها وتوضع في باطن الأرض ويرد فوقك التراب، والميت يسمع. أخي الحبيب، ثبت علميا، دكتور سام بارن يتحدثنا عنه، أثبت بأن الميت يسمع ويرى، المركز الإبصار يتفاعل مع أشياء هم يجهلونها طبعا،
والمركز السمع أيضا الدماغ يطلق إشارات كهرطيسية تدل على أن الميت يسمع، وربما يبقى يسمع لأيام لا نعلم. هم رصدوا بحدود ساعة، الأجهزة رصدت في البداية 10 دقائق، ثم نصف ساعة. آخر شيء أتذكر أنهم رصدوا أن الميت يصدر هذه الذبذبات الكهرطيسية من دماغه لمدة ساعة أو ساعتين حتى، وممكن أن يكون أكثر من ذلك، ولكن الأجهزة المتاحة لدى البشر الآن لا تستطيع القياس الأشياء الدقيقة. فتخيل أنك في القبر، طيب ما الذي يؤنسك؟ ما الذي ترتاح به؟ ستخاف؟ القرآن، القرآن هو المؤنس لك في القبر. لذلك أنت عندما تفكر كل يوم بالموت وفي كل لحظة، سوف تختفي لديك مخاوف الدنيا. ولكن ما هو التفكير بالموت أخي الحبيب؟ ليس التفكير بالموت أنني سأموت وأولادي سيحزنون وستنتهي الدنيا ولن أرى أحدا، لا لا، ليس هذا التفكير. التفكير بالموت أن تفكر بمصيرك، بمصيرك بعد الموت، أن تفكر برؤية الملائكة الكرام، أن تفكر بالاستماع لصوت الملائكة، صوت رائع جدا وجميل، صوت الملائكة تستمع له، أن ترى مقعدك من الجنة كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام، عندما يموت المؤمن يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، الكافر يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. لذلك أخي الحبيب، يعني كل يوم تفكر، لأن التفكير بالموت حقيقة هو علاج لكثير من الأمراض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإيمان، وندعو بدعاء سيدنا يوسف عليه السلام وهو على عرش الملك لم يتكبر: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين قال الله فيهم: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.